تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة، تكون مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة تمهيداً لعرضه على البرلمان. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، واللي شفناه وسمعناه دلوقتي كانت توصيات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتوصية الخاصة اللي بيتكلم عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بموضوع أو قضية قانون الجمعيات الأهلية. وزي ما تابعنا أثناء المنتدى في إحدى المشاركات الشابات كلمته وسألته، سألت الرئيس عن قانون الجمعيات الأهلية وقالت أنه بيحتاج إلى نظرة، ومن ثم كان رد الرئيس مباشرا وصريحا إلى أبعد الحدود، وقال أنه كان فيه هناك يعني تخوفات أدت إلى خروج هذا القانون بشكل فيه عوار. وطبعا وجه الرئيس بتعديل القانون، والتوصية اللي سمعناها مع حضراتكم الآن تنفيذ لتوجيهات الرئيس. ما هي التعديلات التي تطالب بها الجمعيات الأهلية؟ هل نحن بالفعل محتاجين أو محددين أن احنا محتاجين منظمات أهلية ولا لا؟ هل عايزينها منظمات خيرية ولا لا؟ ماذا بخصوص تخوفات البعض من مسألة التمويل الأجنبي؟ يعني أسئلة كثيرة جدا يعني تحيط بهذه القضية المهمة. خليني أفتح النقاش وأرحب بضيوفي اللي مشرفيني في الاستوديو، الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا فندم. دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهلا بحضرتك يا دكتور طلعت. سيادة النائب الأستاذ خالد حنفي عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، أهلا بحضرتك يا سيادة. أهلا بيك أستاذ عمر. أهلا بحضرتك. بنفكر بحضراتكم بإمكانية المشاركة في استطلاع الرأي اللي هيكون على الشاشة وهيكون على صفحات البرنامج. هل تتوقع أن يتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية بشكل يلبي احتياجات المجتمع المدني وطموحات الشعب كما وجه الرئيس؟ نعم أم لا؟ وكالعادة هنعلن نتيجة التصويت قبل نهاية الفقرة. دكتور طلعت خلينا نبدأ مع حضرتك، يعني كيف تلقيت تعليق وتوجيهات الرئيس السيسي بهذا الخصوص؟ يا طبعا يعني كان بالنسبة لنا شيء كان طيب، وكان شيء يعني أنا شخصيا كنت متوقع بنسبة مش قليلة، لأن حضرتك لما تشوف السيناريو اللي حدث في هذا القانون بالذات كان سيناريو يعني له يعني أمور قد تكون يعني مستغربة علينا كلنا. يعني مجلس النواب الموقر يعني هو اللي تقدم بمشروع القانون، وده كان طبقا للمادة 122 من دستور مصر في سابقة برلمانية تحسب لمجلس النواب، وبناء عليه المجلس ناقشه وأقره في جلسة 27 نوفمبر 2016، وأرسل طبقا للدستور وطبقا للائحة المجلس الداخلية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمفروض طبقا للدستور أن خلال شهر الرئيس إما يوافق أو أن يرجعه تاني للبرلمان، أو لو ما ردش يبقى القانون قائم. يعني الرئيس صدق على القانون ونشر في الجريدة الرسمية في 25 مايو 2017، وأصبح قانون من قوانين الدولة. وفي صدر القانون وفي مواد الإصدار قال يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية في خلال شهرين من تاريخ القانون، يعني تحديدا في 25/7/2017. فطبعا قعدنا 2018 اسف يعني في هذا العام، يعني فجينا احنا طبعا قعدنا فتره ليست بالقصيره، لا 2017 29/7/2017، فجينا قعدنا فتره يعني تعدت سنه ونص. طبعا تشكلت لجنه من قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس اشرف اسماعيل، وكانت من وزارة التضامن شريف اسماعيل،
وكانت يعني اللجنه ديت ممثله فيها وزاره الضمان الاجتماعي ووزاره الخارجيه والعدل والوزارات الجهات السياديه، وكنت انا بمثل المجتمع الاهلي في اللجنه دي. وقعدنا يمكن شهرين ونص او ثلاث شهور وعدينا لائحه وارسلناها لدوله رئيس مجلس وزراء يمكن في اكتوبر او نوفمبر من العام الماضي. طبعا ما صدرتش اللائحه التنفيذيه حتى الان. وطبعا احنا اصبحنا امام مشكله عويصه جدا، ان طبعا طبقا للقانون ان على الجامعات انها توافق اوضاعها في خلال سنه من صدور القانون. ففي مايو 2018 مرت السنه واصبحنا في موقف لا نحسد عليه، لان عدم توفيق الجمعيات ومسات اوضاعها وهم 50,000 جمعيه دي ممكن تدخلهم في مشكله تقرب الى حل هذه الجمعيات. ولكن نظرا لان توفيق الاوضاع كان مرتبطا بصدور اللائحه التنفيذيه فطبعا استمر الحال. طبعا احنا بهذا الموضوع بقينا يعني، وكان انا ده شخصيا كنت بطالب في كل اجهزه الاعلام وفي كل اللقاءات اللي بحضرها سواء مع النواب او غيرهم او كده ومع الراي العام، ان انا بطلب حاجتين يعني ايهما يعني، اما ان احنا نطلع اللائحه وحتى القانون خلاص يمشي وبعدين لو في اي تعديلات مفيش اي مشكله، يا اما ان يحصل ان القانون طالما ما فيش في عنده مشاكل هتؤثر داخليا وخارجيا فيحصل ان المجلس يرجع تاني ليه قانون ويتم تعديل القانون. يمكن الرئيس كان برضه في سابقه ان هو يعني رغم انه صدق على القانون منذ اكثر من عام، ولكن بشجاعه تحسب ان عندما راى الرئيس ان القانون بصدوره بهذا الشكل هيؤثر سلبيا سواء على العمل الاهلي في مصر وايضا هيتعمل فيه مشاكل مع المنظمات الدوليه، فبحس سياسي ومسؤوليه قال والله ما فيش حاجه طبعا نهائيه، ممكن جدا يحصل اعاده النظر في بعض من مواد القانون، وهو ده اعتقد ده هيتم يعني. طيب دكتور حافظ، يعني المجلس القومي لحقوق الانسان لما صدر القانون كان في متحفظ عليه، صحيح. هل زال هذا التحفظ بعد يعني توجيهات الرئيس؟ طبعا بالعكس، احنا رحبنا بتوجيهات السيد الرئيس واعتبرنا ان دي تعتبر انتصار للمجتمع المدني، لانه هذا القانون منذ صدوره وهناك رفض لهذا القانون بشكل، انا عايز اقول على نقطه، هذا القانون فيه خطا اجرائي خلاه غير دستوري، وانا رافع قضيه بهذا الشكل قدام المحكمه الاداريه. هذا القانون يعتبر من القوانين المكمله للدستور، وكان يجب ان يحصل على ثلثين الاصوات في البرلمان لكي يمر، ولم يحصل على ثلثين الاصوات في الثلاث مراحل، يعني في القانون ماده ماده واخد اقل من الثلثين، في القانون بالموافقه لعرضه على مجلس الدوله بعد بشكل عام وبالاجمال برضه ما حصلش على الثلثين، ثم لما راح في النهائي جه رجع للمجلس النواب وصدر ما كانش حصل على الثلثين. فهو انا وجهه نظري ان هذا القانون كمان عنده مشكله في مشروعيته، ان هو نفسه بيفتقد لفكره ان هو قانون، وده الاساس اللي انا رفعت عليه الدعوه، لان انا رفعت الدعوه قبل ما يتم تنفيذ القانون، واعتبرت انه قرار رئيس الجمهوريه بنشره في الجريده الرسميه مخالف للدستور لانه لم يستوفي الشروط الدستوريه. هذه واحد. النقطه الثانيه ان كمان هذا القانون خالف الماده 75 من الدستور في ثلاث نقط. الماده الاولى في الاخطار قال لك تنشا الجمعيات بالاخطار، هو حول الاخطار لترخيص بالاشتراطات اللي حطها، قال لك يبقى عنده سند تنفيذي للايجار للمقر، ويبقى عنده اسمها ايه صحيفه الحاله الجنائيه لكل عضو مؤسس، ومش مجموعه من الاجراءات تقريبا حولته لترخيص. انما المفروض انه الاشهار بالاختار معناها انه 20 شخص او يعملوا نظام اساسي ويحددوا اهدافهم ويبعتوا 10 او 10 اشخاص يبعتوا للوزاره، بمجرد ارسال الاختار ده للوزاره ياخد شخصين معنويين بعدها بقى يكمل اوراق ويكمل حاجات وهكذا. ده نقطه. النقطه الثانيه فيما يخص ان الا تدخل الحكومه في عمل الجامعات الاهليه، ودي نقطه في الفقره الثانيه في النص الدستوري في ماده 75 لقينا في تدخل سواء في اختيارات اعضاء مجلس الاداره او ما او في الغاء قرارات او في تعطيل مجلس الاداره او في كذا، ولا يجوز حل مجلس اداره ولا يجوز حل الجمعيه الا بحكم قضائي، ده نص الدستور، وهذا ايضا تم تجاوزه في القانون. هذه نقطه. النقطه الثانيه فيما يخص مخاوف التمويل الاجنبي، انا بصراحه في مشكله في الموضوع ده، لانه هو قيد التمويل الداخلي وقيد التمويل الخارجي، بمعنى الترخيص لجمع المال فيها كميه شروط
في الحقيقه صعبت الامر جدا على المنظمات، عشان كده لو كان اتطبق كان تقريبا مثلا نص الجامعات اللي شغاله في مصر لازم تقفل. الحاجه الثانيه في التمويل الاجنبي، المخاوف ايه؟ انا القرار في النهايه للتمويل الاجنبي في يد الوزاره، بمعنى وزاره التضامن تقول في خلال شهر انا موافقه على التمويل ده او مش موافقه على التمويل ده. طيب مش موافقه على التمويل خلاص يصرف، مش موافقه على التمويل يبقى خليه في مده شهر، عشان المنظمات الدوليه اللي بتمول دي عندها ميزانيات بمواعيد معينه. لو انت اتاخرت 6 اشهر زي ما بيحصل دلوقتي وسنه، الفلوس بتبقى اتحولت وراحت في حته تانية لانه خلاص مش هيستناك، وبالتالي بيضيع على المنظمات الوطنيه المصريه كتير جدا. المخاوف في خلط ما بين حاجتين، ان تكون هناك كيانات ليست خاضعه لوزاره التضامن وليس القانون الجامعي وتعمل بدون اي قيد قانوني وتتلقى تمويل من الخارج هو ده الموضوع. انا انما لو انا مسجل اللي مسجل، عشان كده بيقول ايه، لا يجب ان يوجد احد خارج القانون. تمام، وده الهدف الكل. اخر نقطه في الملاحظات، انت بتعمل قانون بينظم عمل الجامعات الاهليه، تحط ليه عقوبات سلبه للحريه؟ العقوبات السلبه للحريه ايضا انا بسميه، حتى السيد الرئيس بيتكلم يقول لك ايه، قانون لتنظيم العمل الاهلي وجمعيات المجتمع المدني، للتنظيم بمعنى انه ينظم العمل الجامعات. هتقول لي طب لو في حد اختلس ولا حاجه، قانون العقوبات العادي يعني. اي بقى جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات العام اللي بتحكم، اي القانون كفيل ب القانون العقوبات العادي، انما قانون ده قانون بينظم. تقول لي طب لو حد خالف القواعد اللي في القانون، في بقى الغرامه، في كمان عنده حل المجلس دار، يقدم طلب للجهه القضائيه لحل المجلس دار او حل او اسقاط العضويه لعضو وهكذا. تمام، فهي دي النقط الاساسيه في القانون، ان الانشاء يبقى بالاختيار، التمويل يبقى في امكانيه للتمويل وداخلي وخارجي. جميل، انه لا يجوز التدخل في عمل الجامعات وما فيش عقوبات سلبه. طيب سياده النائب خالد حنفي، دلوقتي في لجنه وفيه حوار مجتمعي لعدم تكرار العوار اللي كان في هذه القانون، ما هي الجهات اللي من وجهة نظر سيادتك يجب أن تشارك في هذه اللجنة؟ لا، هي الجهات اللي يجب أنها تشارك الحقيقة جهات عديدة يعني. أولا المجالس القومية لها دور، لأن الحقيقة المجلس القومي مثلا لحقوق الإنسان، المجلس القومي لشؤون الأعاقة لأن في جمعيات عاملة في مجال الأعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة لأن في جمعيات بتقدم خدمات مثلا للمرأة المعيلة، للأطفال بلا مأوى وما إلى ذلك. كل هذه المنظمات مجتمع مدني عاملة في هذه المجالات محتاجة أنها تكون موجودة. الاتحاد العام للجمعيات الأهلية برضو مهم جدا يكون موجود، الاتحاد العام للفئات الخاصة مهم جدا يكون موجود. لا، عدة جهات الحقيقة مهم جدا وجودها، ده بالإضافة لوزارة الخارجية. يمكن ده ظهر في توصية سيادة الرئيس أن اللجنة تكون مشكلة من وزارة التضامن ووزارة الخارجية وأيضا من خلال وزارة العدل، وتضم مجموعات شبابية أيضا، لأن الحقيقة التوجه للعمل التطوعي أو العمل في مجال منظمات المجتمع المدني ده شيء بيبقى يعني بيشعر الأشخاص نفسهم يعني باعتزاز، بيشعروا بأنهم بيثبتوا ذاتهم. والحقيقة في كتير جدا من منظمات المجتمع المدني بتعتمد على متطوعين من الشباب بيقدموا أو بيسهلوا تقديم خدماتها للجمهور. جميل جدا، بس مسألة أنه يعني يعني أنا بسأل حضرتك كعضو لجنة تشريعية، يعني قرار الرئيس بتعديل القانون اللي وافق عليه مجلس النواب، حضرتك شايفه إزاي؟ هو أولا يعني أن تستمر على الخطأ ده مش صح، لكن عندما يكون هناك خطأ ونعترف به جميعا ونقر ونتعامل معاه ونصلحه، أعتقد أن ده الأصوب. واخد بال حضرتك؟ يعني زي ما بيقول العودة إلى الحق إيه؟ فضيلة. فضيلة. نعم. فالفكرة هنا أننا النهاردة صدر قانون، وبعدين هو القانون فضل معطل، يعني زي ما قال طلعت بيه، هو القانون فضل معطل ولم ينفذ، وبقت الناس محتارة. أنا عندي فترة انتقالية وعندي فترة توفيق أوضاع ما تنفذتش، وعندي حتى الآن لما بيجي حد يقدم طلب للحصول على ترخيص للجمعية أهلية يشتغل بالقديم ولا بالجديد، يروح حتى مديرية التضامن يلاقي فيه تعطيل، يقول له والله احنا مش عارفين نشتغل بأي قانون لأن في لبس ما بين تطبيق القانونين، ولغاية دلوقتي يمكن معظمهم بيشتغل على القديم لأن ما فيش لائحة تنفيذية وتعليمات صريحة وإجراءات محددة تصدر صدرت بخصوص القانون الجديد، في حين أن في قانون يعتبر قانون من القوانين
القوانين السارية في الدولة من مايو 2017، ففي هنا تدخل تشريعي غير 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 مطلوب، وبالتالي يجب كان يجب انه يتم اصلاح هذا التداخل التشريعي ما بين قانون صادر من القانون 84 اللي هو صادر في 2002 آسف، والقانون الحالي اللي هو القانون 70 لسنة 2017. فإزالة هذا التعارض كان يجب أنه يبقى فيه تدخل، سواء كان من مجلس النواب كسلطة تشريعية أو تدخل من السيد رئيس، وهو من حقه دستوريا بالمناسبة أنه يقدم مشروع قانون لمجلس النواب، ده تبقى لصلاحياته الدستورية، هذا من حق السيد الرئيس. طب دكتور طلعت، يعني مسألة صدور القانون يعني من خلال مجلس النواب بناء على مشروع مقدم من المجلس، من أعضاء المجلس أو من مجلس نفسه مش من الحكومة، ده بيطمنكم أنتم ك يعني جمعيات اهليه؟ هو بص حضرتك، هو طبعا في دستور 71 ما كانش بيدي الحق ده لاعضاء المجلس، كان في الاليه اللي موجوده في دستور 71 واللوائح الداخليه للمجلس الشعب سابقا ان الحكومه تتقدم مشروع قانون او رئيس الجمهوريه، وكان لو كان عضو مجلس الشعب سابقا اللي هو مجلس النواب حاليا عندما يتقدم بمشروع قانون فيروح للجنه الاقتراحات والشكاوى في المجلس ويبص عليه من ناحيه دستوريه وينتظر لحد ما الحكومه تتقدم بقانون في ذات الموضوع. فالجديد في الماده 122 في دستور 2014 انه اضيفها بالاضافه الى الحكومه ورئيس الجمهوريه ان لو في 10 اعضاء مجلس النواب يعني بيكلف 60 نائب من حقهم يتقدموا بمشروع قانون وياخد خط سير الخيط خط سير اذا ما كان مقدم الحكومه او رئيس الجمهوريه، يعني مش هيروح للجنه الاقتراحات والشكاوى، هيروح للجنه المختصه. وده اللي تم ده في القانون اللي قدمه السيد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي ومعاه اكثر من 203 عضو تقدموا باقتراح ومشروع قانون وخد خط سير، حتى يمكن الحكومه بعديها تقدمت في ذات الجلسه، ولكن المجلس راى ان اعضاء المجلس تقدموا قبل الحكومه وتوافق على ده، ودي طبعا سنه جيده ان يتحول ان اصبح المجلس يبقى مجلس تشريعي حقيقي بالاضافه انه مجلس رقابي يعني. فاحنا طبعا ما عندناش مشكله ان يكون الحكومه تتقدم، رئيس الجمهوريه يتقدم، المجلس النواب يتقدم، انما هو زي ما اتقال واحنا بناكد ولازم نصمم على ده ان يكون هناك حوار مجتمع حقيقي عشان نعرف راي الناس، خاصه من هم المعنيين بالقضية. يعني أنا النهاردة لما أقول 50,000 جمعية أهلية هم المعنيين بالقضية الأهلية. هي الجمعيات دلوقتي شغالة إزاي وفقا للقانون وفقا حضرتك زي ما قال سيادة النائب، هو الموضوع قانون 70 يعني عالجها بشكل صريح وقوي، قال إيه بقى؟ يعني يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون 70 بما لا يخالف أحكام القانون 70. فاحنا بنيجي حضرتك النهارده مثلا اشهار الجمعيات. اشهار الجمعيات لان اللائحه التنفيذيه ما طلعتش قانون 70، فكنا ماشيين اشهار الجمعيات بذات الشروط في القانون 84 سنه 2002. يعني رسم مثلا عشان تدفع 100 جنيه وال10 اعضاء دول نفس 84. فده كان اللي موجود، بس طبعا لا شك ان دي كانت عامله لخبطه. يعني فعلا كانت عامله نوع من انواع اللخبطه حتى على مستوى الادارات والمديريات والى اخره، كانت عامله مشكله. انك انت مثلا مؤسسه عشان تنشئها تمشي بماده في القانون 70 اللي هي تدفع 50,000 جنيه تخصيص، جمعيه 100 جنيه تدفعهم هو الرسم. فطبعا دي برضو، انما كان لابد ان تحسم القضيه. لان كمان في نقطه مهمه جدا، خلال 2018 عدد من تقدموا لاشهار جمعيات اهليه عدد قليل، حصل بقى رده برضو زي ما قال استاذ حافظ، برضو موضوع العقوبات السالبه للحريات. احنا طبعا كنا يعني احنا شاركنا مع مجلس النواب ومع لجنه التضامن في قانون 70، انا لا استطيع ان انا اتنكر من ذلك، ولكن كان لنا ملاحظات اخذ ببعض منها ولم يؤخذ ببعض الاخر. احنا طبعا كنا بنرى ان في عقوبات اللي السجن بالذات في بعض المخالفات لا ترقى لمستوى السجن، يعني في مخالفات اداريه او ماليه بسيطه لا ترقى لمستوى عقوبة السجن أو الغرامة المغلظة. يعني النهاردة ما بنقول جمعية نقلت ممر من مكان لمكان وما لم تخطر الجهة الإدارية في خلال 3 شهور فيها سجن سنة أو غرامة تصل إلى أكثر من 50,000 جنيه. إنك أنت تتهم إنك أنت تمنع موظف من الجهة الإدارية إنه يجي يفتش تدخل في غرامة ممكن يبقى فيها صفة الكيدية.
فكان طبعا دي مسائل برضو يعني فيها برضو نوع من انواع التشدد اللي احنا كنا كلنا قلقانين على العمل الاهلي خاصه حضرتك ان العمل الاهلي ده قائم على التطوع. ده صحيح. طيب هذه النقطه يمكن ارجع بها للدكتور حافظ ابو سعده، ووفقا للماده 214 من الدستور مجلس النواب بيطلب منكم من مجلس حقوق الانسان مجلس قانون حقوق الانسان ابداء ملاحظات حوالين هذا الموضوع. هل النقطه اللي كان بيتكلم عنها الدكتور طلعت وحضرتك اشرت ليها في البدايه كانت جزء او كانت ضمن ملاحظاتكم اللي قدمتوها لمجلس النواب؟ احنا قدمنا حوالي يعني 21 تقريبا او 23 ملاحظه على مشروع القانون لما جالنا في المجلس عشان نعمل عليه وجهه نظرنا زي ما الدستور بينص. انما زي ما طلع بيقال ما المجلس كان يعني بصراحه المجلس ما كانش يعني اولا لم يعمل لصالح الجمعيات في المشروع ده. الحاجه الثانيه انه بشكل متعنت رفض انه يناقش مشروع الحكومه مع مشروع المجلس. يعني المجلس يقدم صح ويبقى مهم جدا السلطه التشريعيه تمارس نوع من التشريع، انما لما الحكومه تقول ادونا فرصه يوم كده، كان النص كده، كان وزير الشؤون البرلمانيه قال ادونا فرصه يوم الوزيره تيجي وجايبه مشروع قانون، ومشروع قانون الوزيره صحيح ساعتها في الحقيقه رغم انه جاي من الحكومه الا انه كان تعبير حقيقي عن المجتمع المدني. يعني بصراحه يعني الاتحاد العام للجمعيات واحنا وانا كنت مشارك في صياغته والاتحاد النسائي وعدد كبير جدا من الجمعيات وادير حوار عليه، انا فاكر 700 جمعيه مشاركه في الحوار ده. وبالتالي مشروع قانون كان معبر عن المجتمع المدني، كان لازم البرلمان ينتظر ويشوف الاثنين ويناقش فيهم. مع ملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان لم ياخذ باي ملاحظات، وكان في تسرع وسرعه غير مبرره كمان. يعني في رغبه لاصدار القانون باي شكل وباي طريقه بنفس المشاكل اللي كل الناس يعني عدد من النواب 30 25 30 اعربوا عن ملاحظاتهم وما اخذش بيها. المجلس القومي لحقوق الانسان اعرب عن ملاحظات ما اخذش بيها. الاتحاد العام للجمعيات ادى عدد من الملاحظات لم يؤخذ بيها. وبالتالي كان في اصرار على اصدار هذا القانون المعيب وبالتالي صدر. فانا رايي انه دي خطوه ايجابيه ان الرئيس يصحح، وخطوه ايجابيه ايضا ان البرلمان مجلس النواب يقول ايوه احنا مستعدين لتصحيحه، وبالتالي عايزين نوصل بس المره دي لتوافق على قانون ما يشكلش اي مشكله بعد كده، مش عايزين قانون يسيب اي اثر بعد كده من الاثار اللي احنا بنتكلم عليها. طب ارجع لسياده النائب، ويمكن مش عارف الدكتور حافظ ولا الدكتور طلعت قالوا انه مسألة تعديل هذا القانون هيحسن من صورة مصر في الخارج، هل تتفق مع هذا الرأي يا ست النائب؟ طبعا. يعني خلينا أقول بس معلومة يعني أو تصحيح لحاجة بس حضرتك، هو عندما تكون هناك مشروعات قوانين مقدمة من النواب ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بيعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة هو أساس للمناقشة سواء يعني داخل اللجنة، يعني ده بس طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يعني بتنص على ذلك. إذا كان هناك مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب وقدمت الحكومة مشروع قانون قبل تحديد موعد لمناقشته أمام الجلسة العامة، فهذه الحالة بيعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا للمناقشة داخل اللجنة. الفكره في انه طبعا حضرتك عارف ان الجهات الدوليه او يعني هناك بعض المؤسسات الدوليه بتدي مؤشرات عن حاله كل دوله على حده في مجالات مختلفه، في الثقافه، في الرياضه، في وايضا فيما يخص المجتمع المدني ومدى تعامل او مدى ملائمه التشريعات لمناخ او وضعها لمناخ ملائم لممارسة منظمات المجتمع المدني لشؤونها داخل المجتمع. وبالتالي ده يعني هذا القانون أعتقد أنه أثر على مؤشرات الدولية الخاصة بمصر في مجال العمل الأهلي، وأعتقد أنه تعديل هذا القانون بما يتفق والمعايير الدولية من ناحية وبما يحقق، لأنه الحقيقة كان في شبه فوبيا داخل، يعني أنا حتى كنت مشارك في الجلسات في هذا القانون، الحقيقة شاركت في بعض الجلسات، كان دايما التخوف من فكرة التمويل الخارجي، دايما طب التخوف من المنظمات اللي بتعمل في الظلام. أعتقد أن احنا ممكن نغطي ده بآليات مختلفة، بآليات تختلف عن العقوبات اللي هي أصلا المحكمة الدستورية أيضا تحدثت عن فكرة العقوبة، أن لابد أن العقوبة تكون متناسبة
ومتسقه مع جسامه الفعل. يعني ما ينفعش واحد مثلا يضرب واحد اجي اقول له تعال اعدمه، لا، يعني لازم العقوبه تبقى متفقه مع حجم الفعل وحجم الجرم. زي ما قال طلع بيه، ما ينفعش عشان واحد نقل من مقر لمقر. وبعدين العالم بيتجه دايما للعقوبات الماليه، يعني العقوبات السالبه للحريه بتطبق في حدود معينه، ولكن العقوبات الماليه هي اللي بتتجه بيها التشريعات، تتجه اليها التشريعات الحديثه زي الغرامه او غيرها. فتعديل هذا القانون خاصه فيما يخص باب العقوبات او الفصل الخاص العقوبات، تحديد المدلول الواضح لمفاهيم واضحه. يعني مثلا تلاقي حضرتك يجي يقول لك مثلا مفهوم زي الامن القومي، الامن القومي ده ممكن خناقه بين اثنين، واحد الاثنين بيدينوا بديانات مختلفه، نقول ان ده بيمثل امن القومي وهي حاجه بسيطه، ولكن التوسع في هذا المفهوم لابد من تحديد مفهوم واضح لفكره الامن القومي وما يمس الامن القومي وما لا يمسه، لان المفهوم ده مطاط. يعني القانون تضمن عبارات مطاطه، تفسيرها ممكن يخضع للجهه الاداريه بحسب ما ترى. والله الجمعيه دي كويسه وبنت حلال، ما فيش مشكله، ما 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 بقاش بتعامل معها بشكل ضيق. الجمعيه دي لا، يعني عامله لي مشاكل او لا، اتعامل معها بشيء من التشدد. فاعتقد انه الصلاحيات اللي كانت ممنوحه للجهه الاداريه في هذا القانون، القانون 70، اعتقد انه لابد من تحديدها بشكل واضح ودقيق. طيب خليني يعني اروح مره ثانيه للدكتور طلعت، وفي ماده اعتقد ماده 13 اللي بتنص على انه لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات العمل في مجال ممارسه نشاط يدخل في نطاق عمل الاحزاب او النقابات المهنيه او العماليه او ذات طابع سياسي او ذي طابع سياسي. الملاحظات دي هل يعني تؤثر على عملكم كجمعيات؟ بص حضرتك، في قانون 84 كان من الأنشطة المحظورة النشاط العمل في النشاط النقابي والنشاط السياسي. بس جينا في 84، وانا كنت نائب في 84 في اثناء القانون ده، كنت وكيل لجنة الصحة مجلس الشعب في نفس الفترة دي يعني. فجينا عشان يعني في اللائحة التنفيذية، وجينا ما لنفسر ما هو النشاط السياسي المحظور. حددناه تحديدا، يعني ان انت بتؤيد مرشح سواء انتخابات البرلمانية او المحلية او الرئاسية، او تقوم بعمل حزبي نشاط، يعني فصلناه تفسير جيد. هنا ما جه في مجلس النواب اما حط النص ده، وقال يعني حط حزبي وحط سياسي، يعني هتلاقي الاثنين دول موجودين، هتلاقي موجودة كده. فطبعا ده كان خطورته، ان كلمة يعني انا شخصيا بجوب الجمهورية كلها في برامج كثيرة اللي عملته مبادرة ايام انتخابات الرئاسية، انزل شارك مصر الاهم. كنت بدعو الناس المواطنين لانهم ينزلوا يشاركوا في انتخابات الرئاسيه، وما بقولش انتخبوا مين. وايام برضو دستور وايام مجلس النواب كان ده برنامج احنا بنعمله كاتحاد عام جمعيات بالتعاون مع اتحاد الاقليميه على مستوى الوطن، يعني ولنا برامج توعويه كثيره يعني. فانا ممكن جدا جدا ساعتها يجي يقول لي ده نشاط سياسي، يعني انا ممكن نختلف. فلا بد ان يكون هناك تحديد صريح وواضح، يعني النشاط التوعوي مش نشاط سياسي، يعني رفع القدرات، تفهيم الناس، تنوير الناس. خاصة ان دي مسألة غاية في الأهمية. انت حضرتك معلش خلينا نتفق ونختلف ان احنا عندنا احزاب كثيرة، 104 حزب، يعني تأثيرهم في ارض الشارع برضو ايه، مش على المستوى المطلوب او اللي احنا نأمله يعني. انما ايه الكيانات الوحيدة اللي موجودة ومندمجة مع المواطنين هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ما فيش قرية مصرية ولا حزبة ولا نجع إلا ما فيها أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية. ودول قادرين أن يرفعوا الوعي ويبقوا ظهير شعبي قوي ويرفع مستوى الأداء واعي. طبعا دي كان لازم يكون إيه أمور محددة حتى لا يحدث تجاوزات من هنا أو من هناك. خليني برضو يعني أنتقل بالنقطة دي بس من زاوية تانية للدكتور حافظ. القانون هل يسمح بقبول وجود جمعيات أهلية في مجال العمل السياسي في مجال الحريات؟ لا طبعا، الماده دي صدرت عمل منظمات حقوق الانسان، هي الماده 13 في الماده 13 كلمه سياسي دي لا هو خلاص خد كل يعني الماده دي مع ماده تانية بتحظر عمل التحقيقات والاستطلاعات الراي والابحاث وكذا. تقريبا صدر عمل منظمات حقوق الانسان ما بقاش ليها اي وجود، لانه عشان اكمل برضو على كلام الدكتور، احنا كان دي نقطه خلاف في قانون 84. فحصل نقطه تلاقي في تفسير كلمه العمل السياسي
بان احنا قصرناها في اللائحه بالنشاط الحزبي. وعشان اقول لك بقى ايه المحظور اصلا اكتر في النشاط الحزبي لما تيجي تقول هو ده، انه يبقى فيه مرشح باسم الجمعيه او مدعوم من جمعيه. ده الاساس اللي هو، لان هو ده العمل اللي مكسور على، هو ايه العمل المكسور على الاحزاب؟ احنا شفنا حزب نازل عامل معارض بيع خضار وكذا وكذا، فايه العمل اللي يعتبر عمل حزبي محدش تاني يقدر يعمله؟ انه يقدم مرشحين لعضويه المجالس المنتخبه او لمنصب رئيس الجمهوريه. دي 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 الحاجه اللي مكسوره على الاحزاب اللي لا يجب ان يقوم بها اي حد تاني. انما عمل سياسي، ما هو انا لما اعمل تقرير عن الحريات العامه في مصر او عن اوضاع السجون او عن اوضاع السجناء او عن اوضاع المراه او الطفل او المعاقين، ما دي كلها انشطه تعتبر سياسيه، او ان انا اطالب بتغيير تشريعات او قوانين. ما هو بيعتبر ده في حد يعني في منظمه متهمه بان هي بتسعى الى تغيير القوانين والقيام بدور المجلس التشريعي. لا، انا مش قايل بدور المجلس التشريعي، انا بعمل ممكن اوصل لمرحله ان انا اشكل لوبيات لتغيير قانون داخل البرلمان، ان انا اتواصل مع البرلمان وابعت مشاريع قوانين واقول له والله غيروا الماده دي او كذا. فهي الفكره انه ده اللي بقولت عليه، انه القانون اراد ان يتدخل في عمل الجمعيات نفسها ويحدد ما هو شرعي وغير شرعي باعطاء صلاحيات واسعه للموظف الشؤون الاجتماعيه من خلال مصطلحات واسعه، زي ما استنا بيتكلم مثلا على مفهوم الامن القومي او مفهوم العمل السياسي. فده انما الحاجتين اللي يعتبروا مكسورين على النقابات وعلى الاحزاب، النقابات الترخيص بممارسه مهنه، والاحزاب تقديم مرشحين للمجالس المنتخبة. عدا ذلك عمل مشروع للجمعيات تعمل فيه كما تشاء. وحضرتك برضو أشرت برضو للمادة 23 الخاصة بتلقي الجمعيات يعني أموال نقدية. أموال بعد النقطة دي عايز أقول لحضرتك فيها بشكل واضح جدا. العملية من ساعة ما نشأت الجمعيات حتى الآن كانت بتمشي إزاي؟ تمشي الآتي: الجمعيات المسجلة يأتي إليها مشروع التمويل، ترسل لوزارة التضامن تقول لها في احنا جاي لنا تمويل بمبلغ كذا لمشروع كذا ومدته قد كده. وزارة التضامن ترد عليها تقول والله موافقة، وتبدأ بعد كده الإشراف على صرف هذه الأموال بتقرير مالي وتقرير إداري كل سنة. على الأقل تقرير واحد. طيب أنا إيه المخاطر كانت فين؟ كانت المخاطر اللي كانت موجودة اللي رصدتها الأجهزة الأمنية والحكومة كانت المؤسسات او اللي لم تكن مسجله، هي اللي كانت بعيده عن عينيها بصرف النظر بتعمل ايه بالفلوس وبصرف النظر بتعمل ايه بالتمويل، هي اللي كانت بعيده عن عين الدوله ومش شايفاها. انما اي منظمه مسجله من المنظمات اللي مسجله في وزاره الشؤون الاجتماعيه كل التمويل ده، واحنا بنقول ايه في التمويل؟ احنا بنقول حاجه بسيطه جدا، اما انها تقول انا مش موافقه على التمويل ده وشكرا يتقفل الباب، واما تقول انا موافقه وتصرف بتاع في مده زمنيه محدده يعني خلال شهر. قالت موافقه اهلا وسهلا، ولو ما ردتش تبقى موافقه برضو، لان دي القاعده العامه، لانه هم عاملين لو ما ردناش تبقى رفض. دي حاجه في القانون بالمناسبه، انا اسف للمقاطعه، لكن من ضمن الحاجات في القانون انه دايما عدم الرد بيؤخذ على انه رفض مش على انه قبول. لا، ده مخالف القواعد العامه. ده مخالف القواعد العامه بس كمان. ليه بقول كده؟ لانه انا الوقت لو انا مقدم طلب تمويل وفي منظمه عامله مبلغ للتمويل لمنظمه، فلو ما ردناش خلال شهر يعني تمتد المسألة، هو مش هيفضل فاتح المساحة أو عايز رد لحضرتك تقول له ولا لا. طيب. بس بالنسبة للنقطة دي برضو تأكيد، بالنسبة 84 يعني كان معيب و70 كان معيب في النقطة دي. 84 كان معيب ليه بقى؟ هو كان بدي طبقا للمادة 17 في قانون 84 والمادة 58 في اللائحة التنفيذية قانون 84 سنة 2002، كان مدي حاجة يقول لك إيه شهرين وبعدين بيقول لك إيه وبعد أخذ الموافقة. أيوه. فكان بيربطها بان لازم يديك موافقه، وكنت انت ممكن تبعت الجهه الاداريه ويفضل الورق عند الجهه الاداريه 6 اشهر. ايوه. تكون المنحه خلاص ضاعت منك لان الممول ما يديكش سنه عشان تصرف الفلوس دي، مش هتيجي انت في شهر 9 ولا شهر 10 تقول له انا جات لي الموافقه. هقول لك خلاص انت هتشتغل شهرين وترجع لي الفلوس. في جينا في 70 بقى حصلت مشكله ثانيه، قال 60 يوم وفي حاله عدم الرد تبقى رفض. يعني ضد الاعراف يعني. فاحنا كنا احنا عاملين اصلا في مشروع القانون بتاعنا، احنا كنا طبعا متفائلين اكتر وقلنا ايه شهر، وزي ما قال الاستاذ حافظ بشهر، وقلنا ان يبقى ايه ترد عليا، ما ردتش عليها تبقى موافقه.
يعني. فهم طبعا كان في بعض الاجهزه يقول لك شهر شويه، طب شهرين بس ترد عليا، ما ردتش عليا تبقى موافقه، مش ما ردتش عليا تبقى عدم موافقه. هي دي النقطه دي. طيب مساله تنظيم عمل المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه سياده النائب، برضو دي النص ده كان محل جدل، يعني ايه رايك فيه؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك في نصوص كتيرة كانت محل جدل في هذا القانون، وأنا كنت مشترك الحقيقة في المناقشات داخل اللجنة. ويمكن موضوع عمل المنظمات الأجنبية برضو من المسائل اللي أثارت جدل كبير داخل اللجنة، وتشكيل هذه المنظمات ودورها وما إلى ذلك، الحقيقة برضو من الأمور اللي أثارت جدال كبير داخل لجنة التضامن أثناء مناقشة هذا المشروع الحقيقة. فبرضو أنا شايف أنه هذه الجزئية محتاجة إعادة نظر، ومحتاجة أنه يتوضع لها ضوابط. أنا ما عنديش مشكلة أنه يبقى فيه منظمات أجنبية، بالعكس ده بيثري العمل، لأن هو بس جالنا برضو فوبيا من ساعة المنظمات اللي حصل عليها مشاكل في 2011 و2012 وأخبال حضرتك، وده أثار يعني أثار ضجة وقتها. بس مش معنى كده أن كل المنظمات بهذا الشكل يعني. أنا مش عشان يعني ما نشتغلش بفكره ان السيئه بتعم يعني. طب ايه الضمانات اللي ممكن يعني تبقى موجوده علشان للحفاظ على الامن القومي وحمايه؟ شوف احنا عالجنا ده في المشروع القانون اللي كنا شغالين عليه مع وزيره التضامن. احنا اللجنه اللي تشتغل على يعني خليناها لجنه ثلاثيه، وزاره التضامن، وزاره الخارجيه، وزاره التعاون الدولي، على اساس انه في الجزء المتعلق بالمنظمات الدوليه في بقى بحث ومعلومات من الدول، ما يمكنش حد عنده امكانيات انه يتعرف على المنظمه دي تاريخها ايه وبتشتغل في ايه وكذا، غير وزاره الخارجيه لانها ليها بعثاتها الدبلوماسيه اللي موجوده ومنتشره، وبالتالي تستطيع انها تخاطب. دي ممكن عشان ادينا وقت اطول يعني في الرد على المنظمه، تسجيل المنظمه الوطنيه ادينا رد اقل، وفي المنظمات الدولية ادينا رد أطول. بس بقى وده له علاقة باللي حصل في 2011، المنظمات اللي لقوها موجودة دي كانت ايه؟ كان قدموا أوراقهم لوزارة الخارجية، وسمح لهم ان هم يشتغلوا ويفتحوا مكاتبهم من غير ما تنتهي الأوراق من الايه، من سمح بمعنى الموافقة على ان هم يبقوا موجودين ويفتحوا مقرات ويشتغلوا وكذا، وبعدين نبقى نشوف موضوع. عشان كده احنا بنقول ايه، القانون يبقى حاسم. المنظمة لا تفتح مقر ولا تعمل داخل مصر إلا بعد موافقة وزارة الداخل الخارجية، وزارة التضامن، وزارة الخارجية. ونرجع تاني، وزارة الخارجية بتعمل حاجة اسمها اتفاقية مقر. في اتفاقية المقر دي الدولة بتحط فيها كل شروطها، هل المنظمة دي ليها حصانة ولا ملهاش حصانة، هل أموالها ليها بتيجي منين، ميزانيتها قد إيه، هتصرف في أي مشروعات، أي المشروعات. لأن إحنا في منظمات دولية مهمة تجيلنا وعندها نهى وإحنا محتاجين. المنظمات اللي شغالة في البيئة، اللي شغالة في التدريب، اللي شغالة في التأهيل، اللي شغالة في البيزنس، يعني دي كلها. أنا للأسف وقتي انتهى، لكن يبدو أنه يعني التوصية اللي سمعناها في منتدى الشباب من الرئيس حركت المياه الراكدة في هذا الملف اللي ساخن، وهنتابع طبعا مع حضراتكم وهنتابع مع السادة المشاهدين إيه اللي يتم في هذا القانون. بشكركم شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، نائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية مجلس النواب، دكتور حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لحضراتكم. بعد الفاصل موعدنا الأسبوعي مع فقرة نقدر، هل التنمية البشرية علم له أصول وقواعد ولا مجرد وهم أو خداع؟ إيه هي أنواع ومجالات التنمية البشرية؟ هل أساسها العلمي، علم النفس ولا علم الاجتماع، ولا خليط أو ميكس بين الاثنين؟ هنحاول نجاوب عن كل هذه الأسئلة مع كريم إسماعيل لايف كارير أند كوتش، كوتش كارير أند لايف كارير أند كوتش. خليكم معنا، أنا خلاص ما بقتش بقالي يومين تقريبا مش نايم. مع كريم إسماعيل بعد الفاصل.